إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فنحن معكم أمام مشروع خيري عظيم. ما هو هذا المشروع؟ مشروع غسالة عظيمة. عجيب، غسالة؟ نعم، غسالة. لا أقول تغسل الثياب، ولكن تغسل الإنسان من ذنوبه. وميزة الإسلام والحمد لله رب العالمين أنه فيه عدة غسالات. الغسالة اليومية الصلوات الخمس، غسالة أسبوعية الجمعة، غسالة سنوية رمضان، الغسالة العمرية الحج. لا أقول هذا بدعا من نفسي، ولكن اسمع الحديث. والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني هو بعد ما صلى الجمعة أول مرة جمعة ودار بالبناية وسألني، قال لي يا حبيب معنا هل فيش إمكانية معنا لشراء المكان هذا؟ قلت له والله يا دكتور كما يقول المثل التونسي على يديك نحجوا. فأنا خطبت الجمعة في بلدي وحثيت الناس على هذا المشروع، أن هذا مصلى مستأجر نحتاج إلى شرائه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه صلوات ربي وتسليماته. أما بعد يا إخوة الإسلام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد يا إخواني في الله، فلما كنت في زيارة لكندا دعاني مسؤول مصلى مستأجر هناك لإلقاء خطبة الجمعة. أنا أشجعكم يا إخواني الآن للمساهمة في هذا المبنى لتحويله لمسجد يصلي فيه المسلمون إن شاء الله. وطبعا الصدقة عند الله لها أجرها العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. وإذا بواحد الناس لما سمع القصة مني قال خلاص أنا بتبرع لشراء هذا المصلى للمسلمين، هاك نص المبلغ وبعدين الباقي نعطيك فيما بعد. قلت إن شاء الله جزاك الله خير. كنت نتحدث كثير مع صاحب العمارة، عرضت عليه أكثر من مرة فيش إمكانية معنا لشراء العمارة،
وهو معنى معنى رافض المرة الأولى. احنا ننتظر العقد اسبوع اسبوعين ثلاث، لا طالت المساله شهر شهرين، وبين حين واخر اتصل به ويتصل بمسؤول المصلى يقول لي يا اخي بسلك هذا فلان بتسلم ان شاء الله نلقنها، لكن متى تعقدون العقد لشراء المبنى؟ قال اصبر المالك حتى الان يماطلنا. هو جانا باحد المناسبات يوم جمعه وشافنا نصلي، انا نخطب معنا بالقميص متاعي نخطب والمسلمين متجمعين، وهو يعيط علي، فأشرت لأحد الأخوة قال المطري، قال لي يا حبيب بعد صلاة الجمعة كلمته، قال لي ايش تعملوا؟ قلت له رانا نحن مسلمين ونصلوا وفي لا بريير بور الله سبحانه وتعالى. جاتروف écoutez, je ne suis pas de la même religion. Bon, alors je dois l'admettre. Cependant, ben, je trouve que les gens, à certaines occasions où j'ai pu les voir dans la salle de prière, que les gens semblaient très fervents et ça méritait tous mes respects. يوم من الأيام اتصل بالمسؤول يقول لي أبشرك خير، قال المالك جانا وإحنا نصلي، فبعد الصلاة قال شو تسوون؟ قلنا نصلي نعبد الله. قال خلاص إذا ببيعكم هذا المبنى بشرط واحد، انقزت عيونهم خير إن شاء الله، شو ما الشرط؟ قال بشرط أن يكون المبنى يعني مكان للصلاة لله فيه. قلنا هذا أكيد ما يمكن نحوله لمرقص مثلا، نأخذ له في الإيجار. قال لي حبيب بالفعل وزيت معنا سيريو، معنا اللي أنتم مش تعملوه سنتر دو كيلت؟ قلت له وي جو سوي سيريو مسي إيتي، هو اسمه إيتي أندري إيتي. قلت له وي جو سوي سيريو سارتان، هي سيتي نو فاسيليت لا تاش، كي تسهلنا المأمورية أدعو الله سبحانه وتعالى باش يعطيك كل خير في الدنيا وفي الآخرة. أضحك، قال لي حبيب أعطيني أسبوع فقط. قال لي أسبوع فقط، أنا توقعت قلت مش يطلبني في مليون ونصف، وللأمانة الملف حطيته المرة الأولى بمليون ونصف. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ألو. عندما اتصل بي بالهاتف وأعطاني موعد وجاني مع أجنت امرأة هي مختصة في العقارات، وقال لي حبيب جي اون اوفر بور فو بور لا موسكي بور فوتر سونتر دو كيلت. قلت له وي سي بيان سوي لو بيان فوني، مرحبا بك، واحد ان شاء الله تساعدنا كالله. هنا حتى قبل ما يذكر لي نقول له كالله سبحانه وتعالى فو بيني، الله يبارك فيك. قال لي انا نعطيك اوفر ب 875000 دولار. انا للامانه معنا ترجيت، معنا قلت له كومبيان مسيو ايتي؟ يعني 800 حابي. قلت با اونتوندي؟ قلت له نو، وانا نسمع في 875، ما كنتش متصور واحد. قلت له ريبيت موا سيل تو بلي، عاود لي. قال لي 875. قلت له 875 وي 875000 دولار. كانت فرحة ما بعدها فرحة، رفع يعني بدل ما رفع الضغط اللي حصل لي، لا وين حصل سرور ما بعدها سرور، الحمد لله. I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. مدرسة دار الإيمان اللي نحن فيها الآن أو مدرسة المعرفة اللي موجودة في المدينة ومدارس ثانية، احنا جزء من منظومة عامة تعمل على كامل التراب الكندي في اتجاه واحد
تكوين شخصية مسلمة معتدلة منفتحة على غيرها من أبناء مكونات المجتمع، وفي نفس الوقت نوعية من التعليم الجيد التي تسمح لهؤلاء الطلاب بالصعود في مراتب التعلم ما أمكنه. Comment ça va? كانت قصص صعبة بالنسبة لنا كأبناء جالية، لسنا من الأثرياء ولسنا من أصحاب رؤوس الأموال، وإنما نحن لنا خبرة في مجال التعليم ولنا خبرة في مجال الإدارة، ولكن كان لدور المحسنين والجمعيات الخيرية في دولة قطر وفي غيرها من الدول حقيقة القسم الكبير من دعمنا. كان يعلو السوبر ماركت والمركز التجاري، بالطابق الثاني كان يعلو كنيس ومركز للماسونية، ثم تم شراء هذول المركزين وتحولت بفضل الله عز وجل إلى مسجد يتسع لأكثر من 1200 مصلي. بدأ بجهود فردية، لكن بفضل الله عز وجل قام بعض الأفراد عن طريق شخصي أو عن طريق هيئات اجتماعية أو حتى هيئات رسمية في دولة قطر، اللي من حقيقة نحييها ونقدر لأبنائها أفرادا وتجمعاتا وحتى هيئات رسمية بكل ما قدمت لهذا المركز من دعم. وين كم الأجر عند الله؟ طبعا مو سانة أجر المتبرع والناس اللي ساهموا في هذا المشروع من أهل الخير من قطر، كم أجرهم عند الله؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.